دلوقتي خلينا نروح لليندا عشان تقول لنا بقى اخر اخبار الطقس بالتفصيل، تقول لنا بقى الجو هيبقى شكله عامل ازاي. ليندا، الطقس مائل للبروده يا جوانا بشكل عام، الصبح بالليل بالتاكيد يعني شديد البروده. بس اعتقد انه من الصبح يعني متخطي فكره مائل للبروده، هو برد. انا حاسه كده، البيان بيقول ان هو مائل للبروده بس بالنسبه لنا هو برد جدا. جدا، بس حاجه حلوه والله، فعلا بالنسبه لنا برد جدا، لازم نشوف حل في موضوع البرد ده يا جماعه. والتكييف بقى في الاستوديو كمان مزود الموضوع. بالظبط، اتفضلي يا ريت. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل هيكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة، هيصل لحد الصقيع على وسط سيناء. النهاردة كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد، وكمان في أمطار خفيفة متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا ممكن تمتد للقاهرة الكبرى. ده غير أنه في نشاط كمان للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 17 والصغرى بتسجل 10، الإسكندرية العظمى 17 والصغرى كمان 10، مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 10، سيوة العظمى 16 والصغرى 5، بورسعيد العظمى 18 والصغرى 10، دمياط العظمى 18 والصغرى 11، الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 10، السويس العظمى 17 والصغرى بتسجل 10. هنروح للعريش العظمى فيها 17 والصغرى بتسجل 11، سانت كاترين العظمى 11 والصغرى 0، طابة العظمى 18 والصغرى 10، شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 14، الغردقة العظمى فيها كمان 22 والصغرى بتسجل 14، الفيوم العظمى 17 والصغرى 8، بني سويف العظمى 17 والصغرى كمان 8، المنيا العظمى 17 والصغرى بتسجل 8. هنروح لأسيوط العظمى فيها 17 والصغرى 8، سوهاج العظمى 19 والصغرى 9، قنا العظمى 20 والصغرى 9، الأقصر العظمى 21 والصغرى 9، أسوان العظمى 22 والصغرى 10، الوادي الجديد العظمى 19 والصغرى 9، شلاتين العظمى 26 والصغرى 15، وأخيرا حلايب العظمى 23 والصغرى بتسجل 16. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لحسام وجمعنا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير. يا شكرا، شكرا جزيلا.